من فترة مش بعيدة بدأنا نسمع أسماء مطربين جداد في مصر بيغنوا راب. راب جديد في مصر مش من زمان قوي، لكن بدأنا نسمع ويجز ومروان بابلو ومروان موسى وأب يوسف. يعني أنا كنت فاكر إن اسمه أبو يوسف مثلا زي أبو أحمد أبو محمد أي حاجة، لكن طلع اسمه فعلا أب يوسف. صحيح. دول فنانين جداد بيغنوا راب، مش جداد قوي يعني، مثلا بنتكلم في 6-7 سنين فاتوا. الغريب في الموضوع ان بدا الناس وبدا الشباب يتجهوا لهذا النوع من الموسيقى. ليه شباب بدا يتجه لهذا النوع من الموسيقى؟ النقاد انقسموا، في ناس بيقولوا لان الساحه الفنيه الفنانين الموجودين ما بيطوروش من نفسهم، مش موجودين بالقدر الكافي، فبالتالي اتجه الشباب لهذا النوع من الموسيقى. في بعض الناس بيقولوا لان هم بيعملوا حاجه زي اللي هي الباتل راب يعني، او بيقعدوا يتشاجروا بالكلام، لأن فن الراب يعتمد في الأساس على الكلمات وطريقة إلقاء الكلمات، ويتشاجروا الطرفين بيتشاجروا مع بعض عن طريق استخدام هذه الكلمات. فده أو دي حاجة من الحاجات اللي شجعت الشباب أو خلت شباب كتير يسمعوا راب. طبعا في بعض الشباب بيحب يقلد الغرب، فبرضو راحوا عشان يسمعوا ويقلدوا الراب. سؤالنا بيقول بتسمع راب ولا لأ، ومين هو مطربك المفضل؟ طبعا هو أنا بسمع أكيد، وموسيقى الراب يمكن إحنا هنا أو جيلنا عارفها من MTI في التسعينات، كانت أغنية أمي مسافرة، فكنا أعتقد كلنا كنا بنسمع نزل أغنية على استحياء كده يعني الأغاني دي، وبعدها أحمد مكي، ولما عمل أغاني للأفلام ابتدت الناس تسمع وتفهم يعني إيه راب، ودايما بيبقى عندهم قضية بيتكلموا عليها، وزي ما أنت بتقول بيردوا على بعض في الاغاني، وده اللي بيخلي المراهقين يروحوا للنوع ده من الاغاني، لانه دايما بيحسوا ان هو في قصه وفي حدوته مختلفه وشكل موسيقى مختلف عن الموسيقى الكلاسيكيه المعهوده. ويمكن هو كل جيل زي ما بيقولوا كده وعنده المزيكا بتاعته، فهم دلوقتي دي المزيكا بتاعتهم، احنا بقى اللي بنسمع معاهم ده موضوع تاني. انا بسمع راب، بسمع ويجز زي ما انت قلت، احمد مكي طبعا، وحلاوة أحمد مكي لما بيغني راب إنه دايما بيبقى عنده قضية، كان في علاقة ليها يعني قضية ليها أغنية ليها علاقة بقضية المخدرات والإدمان والكلام ده، وده مهم جدا علشان أنت عايز توصل للمراهقين، عايز تخليهم يسمعوك، فلازم تكلمهم باللغة بتاعتهم، لازم تغني لهم بالمزيكا بتاعتهم. فأنا متهيألي إنه زي ما هي ممكن الناس تبقى بتتكلم عن سلبياتها، لكن كمان هي ليها إيجابيات كتير. بكل تأكيد مطلوب من مغنيين الراب إن هم يفهموا كويس قوي إنه ثقافة الراب مش ثقافتنا. الراب لما طلع في الولايات المتحدة الأمريكية في 70s القرن الماضي كان طالع، وكانت حالة من المشاجرة ما بين فريقين مع بعض، ما بين حرب عصابات، ما بين ناس بتشيل سلاح في الشارع. إحنا هنا ما عندناش الكلام ده، فواجب عليهم ان هم ينتقوا كلماتهم كويس زي ما بالظبط احمد مكي بيعمل. احمد مكي هو الاب الروحي لغناء الراب في مصر. احمد مكي بيعمل اغاني بيكون عنده قضيه، غنى قطر الحياه واتكلم عن البطاله وعن ادمان المخدرات وازاي ممكن ده يخليك في النهايه تخسر كل شيء، غنى اغنيه وقفه ناصيه زمان، وبيتكلم عن ان الناس زمان كانت بتقف في الناصيه مثلا وكانوا بيحترموا الناس اللي ماشيين في الشارع، لكن مع الوقت الناس بقت ممكن تعاكس البنات وتتحرش بيها في الشارع. غنى أغلى من الياقوت وبيتكلم عن التفكك الأسري وخطورته، وفي النهاية بيدي طبعا نصيحة لابنه في النهاية وبيديله وصية في النهاية عشان يمشي بيها في حياته. فالجميل في الموضوع أن أنت يكون مغني الراب عنده قصة أو عنده هدف من الموضوع، أو يكون في حدوتة مش لمجرد كلام يتحط جنب بعض ويترص وخلاص، لدرجة أنه في أنا بالمناسبة ما بفهمش كلام الأغاني الراب يعني. ويجز أغنية ويجز بتاع البخت، انت محتاج تسمع الأغنية كذا مرة علشان مبدئيا تلقط كل الكلام فتبتدي يعني تفهم الحدوتة، ما بتعديش على ودني برضو يعني. البخت دي عاملة 136 مليون مشاهدة، انتم متخيلين أغنية واحدة عاملة قد ايه؟ 136 مليون مشاهدة. أغنية كسرت الدنيا طبعا. انا مش يعني سحرتني ولا سحرتني، بس ابتدت تسمع، ابتدت تفهمها بعد كم مرة والله ما فهمت هي سحرتني ولا سحرت لي وعينيها لا الأغنية الحقيقة جميلة جدا، ويعني يعني عملت جزء كبير يعني من المشاهدات مع الناس، وعلقت جدا مع الناس، ما اعتقدش محدش ما بيسمعهاش. اعتقد انه الميزه بالنسبه للشباب في اغاني الراب انه الكلمات جريئه، القضايا مختلفه، بتعبر عنهم بشكل يعني في نوع من انواع الشفافيه، فهم بالنسبه لهم، ويمكن كمان مع الثورات بيزداد الراب، وعشان كده احنا الراب عندنا بعد 2011 بقى يعني كتير، وبقى تسمع عنهم اكتر وتسمعهم اكتر. فهي الفكره انه كل جيل وليه مزدكته، ف يعني بيعبروا عن نفسهم بالشكل الملائم بالنسبه لهم واللي بيشوفوه، لكن هي كمان الفكره انه
زي ما انت بقى بتقول ناس زي احمد مكي هو واخد الراب في حته تانية. صح. يعني بيقدر انه من خلال المزيكا بتاعته دي يوصل لكل الناس. ويجز دلوقتي برضو اعتقد انه بقى واصل لجزء كبير من الناس، واعتقد ان هما لما بيلاقوا الجماهيريه دي بيختاروا اكتر الاغاني، بيركزوا اكتر في القضايا اللي بيطرحوها، وده المهم انه من خلال فنك تقدر توصل للناس وتقدر توصل رسالتك ويكون ليك هدف، لانه اعتقد ان الفن يعني مضمونه هو الرساله وهدفه انك توصل للناس وتوصل رسالتك دي. ده سؤالنا موجود على صفحاتنا، بتسمع راب ولا لا؟ ولو بتسمع مين هو مطربك المفضل في مصر للراب؟ ده سؤالنا هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.